السلام عليكم. اول حاجه دلوقتي احنا هنتكلم فيها ان اي حد جاره او صديقه او ايا كان باسرار بينك مثلا وبين زوجك، او مثلا زوجك جابلك حاجه ما جابلكش حاجه، مشاكل بينك وبينه، استحسن ان هي تبقى ايه، محدش يقتل تدخل ما بينكم يعني، ولا جيران تدخل ما بينكم، ولا حتى قرايب، لان النصيبه بتيجي من القريب قبل الغريب. وبدليل القصه اللي انا هحكيها لكم دلوقتي اول حاجه نصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. كان في واحده، كان في 2 جيران جنب بعض، يعني واحده جاره هنا وواحده جاره هنا في وش بعض. فديت جوزها اللي هنا، ديت جوزها بيجيب لها كل حاجه، مش مخليها ايه ناقصه حاجه، الحاجه اللي بتحلم بيها بتكون عندها من غير ما تفكر فيها اصلا. وجارتنا اللي هنا ديت جوزها بيضربها كل يوم وما بيديهاش فلوس، وبيبيع عفش بيته، وحالتها يعني من متكحرطه يعني، ربنا يكون في العون. بص دي وبص ديت، شوفوا بقى انتوا الفرق. ديت بقى اللي هي جوزها بيخليها مش محتاجة حاجة، بتقعد مثلا مع ديت اختنا دي تقول لها ده بصي جوزي جايب لي عقد ذهب، ده جوزي بصي بيحبني، جاب لي تلاجة، جاب لي غسالة، بيديني فلوس مش عارف قد ايه. كل ده غلط، بمعنى كل اللي هي بتقوله لها دوت هي من نفسنا بقى غيرة حريم الله اعلم، بس كل ده بيؤدي المشكلة فيما بعد. ديت بصت لحالتها، صعبت على نفسها، قالت يعني بص جارتنا اللي في وشنا دي جوزها بيجيب لها، يجيب جارتنا ديت جوزها مخليها مش محتاجة حاجة، بصوا حياتي انا عايشة في ايه، بصوا انا بتمنى يكون عندي ايه، ديت يجيب لها ذهب مجوهرات وانا ما عنديش حاجة ويضربني والكلام ده. المهم بقى ايه، الغيرة مسكتها بقى، النفسية مسكتها الله اعلم. فقررت تعمل ايه الست دي؟ قررت ان هي تعمل عمل لجارتها ديت وترميه، متهيألي يا إما كان في مقابر يا إما كان في بحر كده، في نص البحر أو حاجة زي كده. فبعد كده ديت عملت إيه؟ يعني أنت المفروض زوجك بيجيب لك حاجة، خلاص احتفظي بقى لنفسك، ما تقوليش جاري أختي قريبي، لا احتفظي بقى لنفسك خلاص، ما تقوليش لحد. المهم فبقى على طول بعد ما العمل ده ما اتعمل، جارتهم ديت اللي هي جوزها مخليه مش محتاجة حاجة، بقت بقى إيه تعمل تصرفات غريبة. تزعق، تفضل تصوت كده كأنها ايه اتلبست، شبه ملبوسة، تزعق، تعمل، تخلي، تهبد. وديت طبعا عمالة تتصنت وفرحانة فيها، ايوه دوقي من اللي انا كنت ضايقاه، دوقي من اللي انا كنت عاملاه، طب انت شفت منها ايه وحش؟ المهم فهي بقى ايه عمالة تقع في مشاكل، وحالتها كحرتت، ولا بتاكل ولا بتشرب، وحالتها في النازل، وعمالة كأنها ملبوسة كده وأزرق تحت عينيها، وحالتها اتدمرت بمعنى أصح. فجابوا لها كذا شيخ عشان يحلوا المشكلة أو يعرفوا المشكلة في إيه، مفيش حد برضو عارف المشكلة، لدرجة إن هي وصلت إن لما جوزها بيجيب شيخ تقول له اللي أنت جايبه دوت أنا حرميه، حرميك وحرميه وراه. فلا أنا مش جايب حق، قالت له بتتصل بيه بالموبايل، قالت له أنت والشيخ اللي طالعين على السلم ده لو كملته حرميكوا أنتوا الاتنين، عارفة كل حاجة وبتحس بكل حاجة. فالمهم ففين وفين بقى جابوا لها شيخ من اللي هو سافروا بلاد كده وجابوا لها شيخ يكون كويس. فطلع لها كده، اول ما طلعت فضلت تتجنن، المهم جوزها مسكها وصاحب جوزها مسكها. فالشيخ بقى فضل يقول قرآن والكلام دوت، فايه اللي عليها ظهر، بس قبل ما يظهر يعني ايه حبة حاجات كده غلط حصلت والكلام ده، وبعد كده سرقت. فهو قال لهم مراتك ديت معمول لها عمل في الحتة الفلانية كذا كذا كذا، انتوا لازم تروحوا تفكوا العمل ده وتبطلوه بأي طريقة. المهم فضلوا يدوروا من هنا لهنا هنا هنا، بعد كده ايه فكوا العمل. بعد ما فكوا العمل رجع لها تاني، شوفوا نفسنا رجع لها تاني بس اقوى بقى. فبعد كده بقى كلموا الشيخ قالوا له احنا عملنا اللي انت قلت له وخفت وبقت كويسة، بس بعد كده ايه رجعت حالتها اسوأ من الاول. فجالها بقى بيقرا قرآن والكلام ده، فاللي عليها ظهر بقى وبيكلمه. المهم دخل في حبة التفاصيل ده كده، والشيخ دخل معاه في حبة تفاصيل والكلام ده، بيتكلم بس بلغة القرآن، فاهمين انتوا الشيوخ لما بيكلموا الكلام ده بلغة القرآن. ففين وفين بقى لغاية ما اللي عليها دوت ظهر للشيخ، والحمد لله قضى عليه تماما ونهاه في عالمهم كده، وفضل يقول القرآن، والحمد لله ان القرآن هو اللي انتصر في الأواخر. فالمقصود من كلامي دوت
ان اي مثلا حد زوجه مثلا او زوجته جايبه له حاجه او بتاع، او في مشاكل او في حاجات ما بينهم، يستحسن انه ما يدخلوش حد تالت ما بينهم، اخ، اخت، عم، خاله، جار، مش عارف ايه، جاره، كل دوت غلط. مش يمكن انت بتحب الخير ليهم، بس انت ما تعرفش هما بيحبوا لك الخير ولا لا. فانا ارجو يعني ارجو اي حد في مشاكل، معاه مشاكل كده عائليه، ما يدخلش حد تالت ما بينهم، لان بتحصل مشاكل ياما بتؤدي للطلاق وممكن تؤدي للقتل كمان. فانا بتمنى الاسرار دي تحلهم بينكم وبين بعضيكم. اول حاجه طبعا بعيد عن ابنائكم، بعيد عن اطفالكم، عشان بيتعبوا ونفسيتهم بتتعب وحالتهم بتبقى تحت الصفر. فاي مشاكل بتمنى من زوج وزوجته كده يروحوا مكان او بيت تاني او اوضه، يقفلوا على نفسهم، يحلوا مشاكلهم مع بعضيهم، وما يدخلوش بحد الا لو في الخير، في الخير او بالحسنى. اوكي ماشي، مفيش مشاكل، غير كده لا. وديكوا شفتوا النتائج اللي حصلت والكلام ده. استنوني بقى في قصة تانية حصلت مع جارنا، بس هنا مش في كفر الشيخ، بسبب موضوع الطلاق والكلام دوت. بس ان شاء الله احكي لكم في المرة الجاية. السلام عليكم، وبتمنى تكونوا بخير دايما.